حدا بيعبي مطرحك بقلبي، كيف لك قلب جافي لحبك هالمحبي، ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، خبرني يا حبي. جابوا فرقة موسيقية على الحفلة وغنت هالأغنية لحتى معلقة بمخك؟ سمعتها بالتاكسي أنا وجاية، علقت بلساني. مو متضايقة من اللي صار؟ أنا ما توقعت أشوفك فرحانة بخطبته. فعلاً إنك أنت كتير غريبة يا بنتي. مو زعلانة؟ مو فرقانة مع أمي. بعدين ليش لحتى أكون زعلانة يعني؟ لو تشوفيني امبارح قديش كنت قوية وبعدين عم تجاكرني كل السهرة. حاولت بكل الطرق إنها تغيظني، شو غبية. مو بيقولوا كل طنجرة بتلاقي غطاها؟ هذا المثل يلي بينطبق عليهم. لابقين لبعض. أكيد مفكرتيني عم بحكي هذا الكلام بس لحتى واسي حالي، مو هيك؟ أنا فعلا مو فارقة معي أمي، قسما بالله مستحيل تتخيلي قديش أنا مبسوطة هالليلة، مستحيل، رح يطير عقلي. إن شاء الله يكون هذا الكلام من قلبك. من قلبي صدقيني، وبكره رح تتأكدي لحالك. يلا تصبحي على خير. تصبحي على خير. ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، خبرني يا حبي. ليش مانك نايمة؟ شو في؟ أنا ما كنت عرفانة إنه أبوك كان عندك بالصالون، والله العظيم ما كان قصدي إني أتسمع على كلامكم. أنا كنت آكلة همك إنك ما تكون متغطي، فرحت غطيك مشان ما تاخذ برد. إيه. وقفت وتسمعت عليكم. مهند بدي أسألك. صحيح إنه أنت قعدت جوات السجن وما كان لك أي ذنب بالحادث اللي صار؟ معقول تقضي 4 سنين بالسجن بدل أخوك؟ هذا الحكي ما أنه مزبوط وبتنسي تماما. آخر مرة بتفتحي هالموضوع، ماشي؟ هوايك تايدية، بتفهمي؟ هوايك سمرة، يعني بابا هو كان سكران وعم يحكي شراوي غروي، وانتي بتعرفي انه ما بيتاخد على حكي السكرانين بنوب، مزبوط؟ هاي السيرة ما بتفتحي قدام حدا أبدا. ما بدي اسمع ولا كلمة طالعة من تمك، ماشي؟ يعني تتخيل انه انا احكي لحدا مهند؟ شو مفكرني غبية؟ انت بتعرف انه انا مستحيل افضح سرك. ما تقولي سر لانه قلت لك الحكي مو مزبوط. مهند حبيبي، الله وحده بيعلم قديه تعذب. اكيد انت عشت عيشه صعبه وانظلمت كثير. انا ما عشت غير اللي بيستحقه سمره. قلت لك